بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللغة الفرنسية سنة ثالثة ابتدائي. سنستأنف الفقرة مع الأجواء التي كانت قد رافقت سباق السلحفاة والأرنب. إذن كما رأينا فيما سبق، لا كورس ني باز انكور فيني، ني باز انكور فيني، السباق لم ينتهي بعد. نو لا تورتي كور انكور، لا لا زالت السلحفاة تجري. نو لا تورتي كور انكور. كوفي لا تورتي، ماذا تفعل السلحفاة؟ لا تورتي كور انكور، لا تورتي كور انكور. إيلو لابان أويتيل؟ والأرنب أين هو؟ أبلو أبلو، ناديه. عندنا الفرب أبلي، عندنا الفرب أبلي، عندنا فعل نادى. تنقولو كومون تي تابيل، كيف تنادى، كيف تنادى أنت، المقصود ما هو اسمك، يعني كيف يناديك الناس. إذا تقول جو مابيل مثلا أحمد، أنا أنادى أحمد. إذن أبل ناديه، أدله تعود على الأرنب. إل غوغارد توجور لو شا إلا سوري، إل غوغارد توجور لو شا إلا سوري، هو ينظر دائما. إل غوغارد توجور، هو ينظر دائما لو شا إلا سوري، القط والفأرة. المقصود هنا أنه بقي عالقا ينظر إلى القط والفأرة. إذن أبل ناديه، il regarde toujours le chat et la souris. il regarde toujours le chat et la souris. هو ينظر دائما القط والفأرة. دودو فيان، دودو فيان، يعني دودو تعالى. سالوغارب فنير، نصرف في لامبيراتيف، نصرف الأمر. إذا دودو فيان، إذا هنا أمر، هنا تقول لشخصين فيان تعالى، إذا هنا أمر. إذا دودو فيان، دودو تعالى. نو ريست با لا، لا تبقى هنا. لو فيرب ريستي يعني باقية. نو ريست با لا، لا تبقى هنا، لا تبقى هنا، المقصود ما تبقاش تما. كور كور يعني اجري اجري، هذا لو فيرب. كورير سي لو فيرب كورير، هذا فعل جرى. كور كور، اذا كما تنشوفوا عندنا فيان ريست كور، هاد الافعال اللي تنشوفوا هنا هذه افعال كلها في الامبيراتيف، يعني كلها في الامر. طبيعه الحال في الامر تقول شي واحد اعمل كذا او تقول له لا تعمل كذا، اذا امر هذا. اذا كما عندنا هنا فيان تعالى، نو ريست با لا، نو ريست با، لا تبقى. اذا تتعطي الامر للارنب، نو ريست با لا تبقى، نو ريست با لا، لا تبقى هنا. كور كور يعني اجري اجري، إذن هذا أمر. هذا لو فيرب كورير على الامبيراتيف مع تي المخاطب، إذن نقول كور بهذا الشكل. إذن ديك يقول للأرنب اجري اجري، السلحفاة ستربح. فاغاني فاغاني، لا تورتي فاغاني، السلحفاة ستربح أو ستفوز. غاني يعني رابحة. الفعل اللي قبل منه هو لفاب ألي، سلفاب ألي يعني فعل ذهب. هاد لفاب ألي هو فعل تعني ذهب، ولكن في حالات كثيرة تيجي قبل من أفعال أخرى باش يدل على المستقبل القريب. لو فيتور بروش يعني المستقبل القريب. إذا نقول كما عندنا هنا لا طوتي فاغاني، المعنى هنا لا يعني بأن السلحفاة تذهب تربح، ولكن المقصود أن السلحفاة ستربح. إذا لا تعطي فاغاني، السلحفاة ستفوز. نقول مثلا il va parler، هو سيتكلم. je vais chercher mon livre، أنا سأبحث عن كتابي. je vais هذا لو فيرب ألي، je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont. إذا هذا الصرف ديال لو فيرب ألي في البريزون. إذن جو في شيرشي مون ليفر، أنا سأبحث عن كتابي. دودو فيان، نو ريست با لا، كور كور، لا تورتي فاغاني. كونتيني دادا، سي لو فيرب كونتيني يعني استأنف أو استمر، يعني أنك تتكون بادي واحد العمل وتتزيد تكمل عليه.
إذن هنا تنتكلم على الفاب continue. إذن هنا عندنا أمر أيضا continue دادا continue دادا. إذن هنا القطة تقول للسلحفاة continue دادا يعني استأنفي استمر يا دادا. tu es presque arrivé أنت قريب الوصول. presque يعني تقريبا. tu es presque arrivé arrivé يعني وصل أو وصلت كما عندنا هنا لأن عند أ في الأخر عند أ زائدة. إذا نتكلم عن هاد لا تورتي إطاريبي لا تورتي إطاريبي يعني أن السلحفاة وصلت. هنا عندنا لا تورتي لا تورتي إبخسك أريبي السلحفاة تقريبا وصلت تقريبا وصلت ولكن المقصود أنها قريبة الوصول. إذا طبعا الحال عند المخاطب نقول tu es presque arrivé tu es presque arrivé أنت قريبة الوصول. إذا رأينا في السابق إلو لابان أو إتيل إلو لابان أو إتيل والأرنب أين هو. إذا استعملنا أوي أوي يعني أين هو أو أين هي لأن هاد إي هذه الصرف ديال إتخ. نقول جو سوي tu es إلي إلي Nous sommes, vous êtes, ils sont. إذن نقول Je suis, tu es, il est. يعني هو. إذن نستعمل هاد اللي عندنا هنا. طبعا الحال هو يعني أين هو أو أين هي. إذن عندما نقول هو le livre يعني أين هو الكتاب. إذن فنقول مثلا Il est sur le bureau. هو فوق المكتب. هو فوق المكتب. هو le livre. أين هو الكتاب؟ Il est sur le bureau. هو فوق المكتب. إذن رأينا أيضا appelle يعني ناديه. Il regarde toujours le chat et la souris. هو ينظر دائما القطة والفأر. Où est le lapin? Le lapin regarde le chat qui chasse la souris. Le lapin regarde le chat qui chasse la souris. الأرنب ينظر القط الذي يصطاد الفأرة. أوي لو لابان أين هو الأرنب؟ إذن في الجواب نقول il regarde le chat qui chasse la souris. هو ينظر القط الذي يصطاد الفأرة. إذن ممكن أن الأستاذ مثلا في القسم يقول لك مصطفى أبل زكريا كي regarde toujours par la fenêtre. أبل زكريا كي regarde toujours par la fenêtre. إذن نادي زكريا الذي ينظر دائما من النافذة. إذن نادي على زكريا الذي ينظر دائما من النافذة. إذن appelle زكريا qui regarde toujours par la fenêtre. إذن كما رأينا فيما سبق دودو viens ne reste pas là cours la tortue va gagner. إذن qui est دودو من يكون دودو qui est دودو. Dodo, c'est le lapin. Dodo, c'est l'arnab. Qui parle au lapin? Qui parle au lapin? Même il a dit que l'arnab. Il a dit que l'arnab. Qui parle au lapin? C'est le coq. C'est le coq. Ou a dit. Ou n'a dit. C'est le coq qui parle au lapin. Il n'a dit qu'il a dit que l'arnab. Idem. Que fait le coq? Que fait le coq? ماذا فعل الديك؟ إذا ممكن أننا نقول il donne un ordre au lapin. Il donne un ordre au lapin. هو يعطي أمر للأرنب. هو يعطي أمر للأرنب. إذا هو أمر الأرنب بمجموعة أمور. إذا أمره بأن لا يبقى هناك وأمره بالجري إلى آخره. إذن il donne un ordre au lapin. Que fait le coq? Il donne un ordre au lapin. Il donne un ordre au lapin. Est-ce que la tortue est arrivée? Est-ce que la tortue est arrivée? Est-ce que la tortue est arrivée? هل السلحفاة وصلت? Est-ce que la tortue est arrivée? هل السلحفاة وصلت? Est-ce que la tortue est arrivé. Et dans ça, نقول pas encore. Pas encore. يعني في الجواب نقول ليس بعد. Pas encore.
إذن كما رأينا عندنا كلمة أنكار. مثلا عندما نكون مع أستاذ الرياضة ونقوم ببعض الحركات فيقول الأستاذ في كل مرة نقوم بحركة يقول أنكار أنكار أنكار، يعني مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى، في كل مرة يأمرنا بالاستئناف. إذن هذه كلمة أنكار ممكن أن تعني مرة أخرى كما في هذه الحالة. إذن الذي عندنا هنا يعني لا تزال أو لا يزال. الأستاذ ممكن أنه يقول لك عندما تقرأ جملة غابت أنكار لفخاز، أعيد مرة أخرى الجملة. في المرة الأولى يقول لك الأستاذ للفخاز اقرأ الجملة، ستقرأ الجملة سيقول لك غابت لفخاز، أعيد الجملة ستعيد الجملة، فيقول لك في المرة الثالثة غابت أنكار لفخاز، أعيد مرة أخرى الجملة غابت أنكار لفخاز، أعيد مرة أخرى الجملة. هذا هو المقصود بهذا غابت أنكار لفخاز. ثم أننا رأينا توجور، رأينا كلمة توجور. أبل إل روغارد توجور لو شا إلى سوري، هو ينظر دائما القط والفأرة. إذن هذه كلمة توجور تعني دائما. نقول مثلا tu parles toujours trop، أنت دائما تتكلم كثيرا. tu parles toujours trop، أنت تتكلم دائما كثيرا. il faut faire attention en classe، يجب أن تنتبه في القسم. il faut faire attention en classe، ترجمة ديالها كأننا نقول يجب أن تفعل انتباه في القسم، يجب أن تفعل انتباه في القسم. إذن il faut faire attention en classe، المقصود يجب أن تنتبه في القسم. ثم رأينا كلمة continue، هذا فعل continue يعني استمر أو استأنف. إذن la tortue court encore، السلحفاة لا زالت تجري. كفتال ماذا تفعل؟ كفتال elle continue sa course، elle continue sa course، هي تستأنف سباقها. sa course sa course سباقها، تجي من فعل courir جرى كما رأينا قبل قليل، كور كور اجري اجري. إذن elle continue sa course، هي تستأنف جريها أو سباقها. إذن le verbe continuer فعل استأنف كما عندنا هنا elle continue sa course، هي تستأنف سباقها، يعني أنك تستأنف عملا قد بدأته من قبل. مثلا l'enseignant المدرس continue، l'enseignant continue à expliquer le dialogue، المدرس يستأنف شرح الحوار، حوار بين الأشخاص يسمى لو ديالوغ. إذن l'enseignant l'enseignant continue، l'enseignant continue، كما نقول il continue هو يستأنف، يعني هو كان تيشرح وزاد استأنف الشرح. إذن l'enseignant continue à expliquer le dialogue، à expliquer le dialogue. إذن المدرس يستأنف، هنا عندنا لشراحة ولكن المقصود يستأنف الشرح، لو ديالوغ يستأنف شرح الحوار. طبعا ممكن أننا نقول لونسينيو كونتيني ليكسبليكاسيو دي ديالوغ، ممكن أننا نقول هذا المدرس يستأنف شرح الحوار، ولكن غالبا في اللغة الفرنسية تجي في الكلام، تجي في الكلام أننا تستعمل الفعل مكان المصدر كما عندنا هنا l'enseignant continue à expliquer le dialogue، كما نقول أن تجي في الريتم ديال الكلام. إذن l'enseignant continue à expliquer le dialogue، الإيقاع ديال الكلمات، الريتم ديال الكلمات كيفاش تنطق، التتابع ديالها، النبرة ديالها تتلعب واحد دور كبير في اختلاف العبارات والتراتيب ديالها. إذن l'enseignant continue à expliquer le dialogue. رأينا أيضا le verbe gagner، فعل فاز أو رابح. quand deux enfants font une course
المقصود عندما يعمل طفلان سباقا. إذا كون دو زونفون عندما طفلان فو اون كورس يفعلون سباقا. المقصود عندما يفعل طفلان سباقا. كون دو زونفون فو اون كورس سلوي كي اغيف لو برومي الذي يصل اولا سلوي كي اغيف لو برومي سي سلوي كي غاني هو الذي من يربح سي سلوي كي غاني اذا هو الذي من يربح عندنا هنا من ربح عندنا الفيرب غاني كاين في لو باسي كومبوزي المقصود هنا سي سلوي كي غاني كما راينا قبل قليل استعملنا الي قبل من الفعل باش نبينوا بان الفعل سيحدث قريبا سي سلوي كي غاني اذا ممكن اننا نقول هذا او كما عندنا هنا سي سلوي كي غاني هو الذي ربح المقصود بانه هو من يربح الذي يصل اولا هو من يربح اذا كون دو زونفون فون اون كورس سلوي كي اريف لو برومي سي سلوي كي غاني الذي يصل اولا هو من يربح اذا هذا لو فيرب غاني احيانا نطرح السؤال مثلا كي غاني لا كورس من سيربح السباق او نقول مثلا كي غاني لو ماتش كي غاني لو ماتش كي غاني لو ماتش من سيربح اللقاء من سيربح المباراة إذا نقول كي غاني لو ماتش من سيربح المباراة إذا كما نرى هنا كي غاني من سيربح إذا هنا عندنا الفيرب غاني مصرف في لو فيتور بروش تنتكلموا على شكون اللي غيربح قريبا من سيربح كما لو نقول بعد لحظات إذا هاد الصيغة اللي تتكون من لو فيرب الي هاد الصيغة اللي تتكون من لو فيرب الي زائد الفعل الذي نريد تصريفه هاد الصيغة تدل على لو فيتور بروش تدل على المستقبل القريب إذا نقول il va gagner هو سيربح أو elle va gagner هي ستربح مثلا nous allons gagner نحن سنربح إذا نستعمل لو فيرب الي طبيعة الحال التي تتصرف هو لو فيرب الي فكما لو أنني أريد القول nous allons à l'école نحن نذهب إلى المدرسة ممكن أننا نقول nous allons gagner نحن سنربح ممكن أننا نوجه فعل الي حيث أردنا يا إما أنه يعني ذهب أو يعني سيفعل سيأكل سيقول سيربح إذن لو فيرب الي له هذين الدورين ثم رأينا لو فيرب أبلي أبلي طبعا الحال في الجملة رأينا أبل 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 هذا لو فيرب أبلي هذا فعل نادى إذن كما رأينا أبل إذا أردنا أن نعوض هذا له نقول أبل لبا أبل لبا نادي على الأرنب نادي الأرنب أو نقول كما رأينا أبل أبل ناديه إذن ممكن أننا نقول مثلا أبل تون كامراد نادي رفيقك إيفيا نادي صديقك أبل تون كامراد إيفيا نوفوار وتعالى تراني وتعالى لتراني إيفيا نوفوار وتعالى لتراني طبعا الحال عندنا لوفير لوفير فينير كما رأينا قبل قليل فيان فيان نو غيست با لا فيان فيان نو غيست با لا إذن تعالى تعالى لا تبقى هنا أو لا تبقى هناك إذن فيان موفوار أبل تون كاماراد فيان موفوار نادي رفيقك أو صديقك وتعالى تراني المقصود وتعالى لتراني كو دي لا شات أو كوك ماذا تقول القطة لأديك كو دي لا شات أو كوك ماذا تقول القطة لديك إذن الويدي هي قالت له أبلو لابا أبلو لابا قالت له نادي الأرنب أو بيان أبل أبل نادي إذن كوفي لو كوك كوفي لو كوك إذن ماذا يفعل الديك المقصود ماذا فعل الديك إذن كوفي لو كوك إذن سنقول لو كوك أبل لو لابا أو بيان لو كوك دون ان اوردر او لابان او بيان لو كوك دون ان اوردر او لابان الديك يعطي امرا للارنب لو كوك دون ان اوردر او لابان
الديكو يعطي أمرا للأرنب. كف لوكوك، كف لوكوك. لوكوك أبل لو لابان أو بيان لوكوك دون أن أوردر أو لابان. Que dit la chatte à la tortue? Que dit la chatte à la tortue? Que dit la chatte à la tortue? ماذا قالت القطة للسلحفات؟ إذن ماذا قالت القطة للسلحفات؟ طبعا حال كانت تشجعها وتقول لها ماذا؟ Continue dada, continue dada. Tu es presque arrivé. Continue dada, tu es presque arrivé. استأنفي، استمر يا دادا. أنت قريبا تصلين. أنت تقريبا تصلين. المقصود أنك قريبة الوصول. أنت قريبا تصلين. أنت تقتربين من الوصول. Tu es presque arrivé. Tu es presque arrivé. Que dit la chatte à la tortue? Que dit la chatte à la tortue? La chatte dit à la tortue: Continue dada. Tu es presque arrivé. Continue dada. Tu es presque arrivé. نستأنف الحلقة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.